مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هنعمل مهارات جديدة، هي يعني الطريقة يمكن تكون مختلفة شوية، بسيط، حاجات بسيطة بس تريكس كده. هنعمل وصفة يعني ايه، يا بيختلف عليها اتنين يا ما بيختلفوش، يا اما بيحبوها قوي يا اما بيحبوهاش خالص. بس ان شاء الله الطريقه دي يعني هتناسب ناس كتير قوي من اللي بتحب السبانخ. احنا ان شاء الله هنعمل النهارده السبانخ. السبانخ يعني بتبقى كده جميله ومرعرعه زي ما بيقولوا في الوقت بتاعها، وهنعملها بطريقه لطيفه كده، وان شاء الله يا رب تنول اعجابكم. هنراعي فيها طبعا مرضى الكبد، بيبقى شويه تقيله السبانخ عليهم على الكبد عشان نسبه الحديد وكده. فالنهارده انا هعملها بطريقه نخف شويه منها للي حابب يعني، واللي يقدر انه يدوق منها او يستطعمها حتى لو معلقتين منها على شويه رز ولا حاجه. طيب هنقول المقادير ونبدا مع بعض نشتغلها سوا، ونشوف كده ايه الحاجات اللي هنعملها مختلفه بسيطه في الوصفه دي. طيب عندي سبانخ بالحمص، النهارده انا هعملها بحمص الطبيخ. السبانخ هعملها النهارده بشويه حمص طبيخ. في ناس بتحب تحط فيها رز، انا بحب احط فيها حمص الطبيخ، نستفيد منه طعمه بيبقى جميل قوي. عندي كيلو سبانخ او على حسب عدد افراد الاسره. عندي كيلو لحمه مكعبات ومسلوقه، وهقول لكم اتسلقت في ايه وكل حاجه. وعندي بصله مفرومه، وعندي كوبايه من الحمص المسلوق او نص كوبايه على حسب كميه السبانخ. طيب عندي توم مفروم، عندي كوبايتين من عصير الطماطم، وعندي معلقه كبيره صلصه طماطم او معلقتين على حسب يعني اللون اللي بتحبوه. عندي كزبره خضراء مفرومه، ده لازم ومهم قوي. عندي معلقه سمنه، وممكن تعملوها بزيت بس ما فيش مشكله، يبقى طعمها حلو برده، زيت نباتي ما يجراش حاجه. كوبايتين من المرق، ربع كوبايه من الميه. عندي مكعب مرقه، وده اختياري، مكعب مرقه خضار. عندي معلقه سكر للصلصه، اي حاجه فيها صلصه ضيفولها بس معلقه سكر في الطبيخ عموما او في الحاجات اللي هي بتحبوا تسبكوها شويه عشان الحموضه، بتدي طعم حلو. عندي معلقه كبيره كزبره جافه وملح وفلفل اسود. هنعملها طشه طبعا، الطشه دي جميله قوي من ايام زمان، من ايام جدتي ومامتي والناس الجميله دي. هنعملها توم مفروم وكزبره جافه وشويه زيت، او عايزين تستخدموا معلقه السمنه الصغيره البلدي دي في الطشه عشان تدي طعم، ما فيش مشكله خالص، اللي يريح حضرتك. طيب انا هنا بسخن الحله بس شويه حلوين علشان بسم الله الرحمن الرحيم، علشان تبقى ايه سخنت معانا وتمام. بكره ان شاء الله اللي مستني مننا المفتقه، ان شاء الله هنعمل المفتقه بكره باذن الله بطريقه جميله، وجبت لكم مفاجاتين مش هقول عليهم الا بكره مع المفتقه. للي حابب هقول لكم جبتهم منين كمان. بس اسمحوا لي الاول ابعت تحيه طبعا لاهل شبرا، لان الحاجه دي انا ما لقيتهاش، لفينا عليها الحقيقه وما جاتش غير من شبرا، حاجه من الحاجات اللي بنحتاجها في المفتقه نادره ومش موجوده خالص، بس ربنا وفقنا ان احنا لقيناها عند عطار من العطارين المحترمين في شبرا. طيب انا بس بسخن الحله شويه وبعدين هبدا احط كده معلقتين زيت صغيرين. بسم الله الرحمن الرحيم، ما بحبش احط دهون كتير، خلينا نستفيد بالقصه دي. وعندي حله تانية هنا، الحله دي فيها اللحمه بسخنها بس، وهسخن هنا جوه عشان الحله دي انا هعمل فيها الخطوه اللي بقولها لحضراتكم خاصه بالسبانخ، تكون سخنت معايا هقول لكم هعمل فيها ايه. هناخد كده بسم الله الرحمن الرحيم البصل، بصله حلوه كده بسم الله. وطبعا اول ما باخد البصل بحب اطعمه عشان البصله دي لما بتطعم بتدي للاكل كله طعم جميل، في محشي، في فراخ محشيه، في طبيخ، في اي حاجه، حتى تلاقوا كده الريحه بتاعتها في التحمير اختلفت كده. بصلايه كده لما نخليها تصفر، هاخد شويه معلقه ثوم واسيب شويه علشان الطشه. خلاص كده نشوحهم حلو هنا، وبسخن هنا حله فاضيه خالص. اللي حابب يعمل الخطوه دي يعني بيبقى قلقان شويه من السبانخ وعايز يخفف من نسبه الحديد اللي فيها، وده انا بتكلم عن مرضى الكبد يعني تحديدا، لانه في ناس منهم بيحبوها قوي، بعتوا لي كتير على الخاص انه يعني ما فيش طريقه نهندل بيها شويه، يعني ننزل منها نسبه شويه من نسبه الحديد العاليه والقويه قوي دي، فان شاء الله نعملها كده. بصوا شوحنا روعه، ريحه البصل اختلفت. هناخد هنا بسم الله المكعب المرق، مكعب المرق ده بيدي طعم حلو، مرق خضار. خلاص وانا عندي طبعا مرق لحمه خفيف بدفيها بس. بصوا سلقت اللحمه هنا اوريها لحضراتكم، بس هنا هي لسه في البوكيه جرنيه بتاعها اهي،
بصوا اتسلقت جزر وبصل ولحمه غالبا ما فيهاش دهون كتيره يعني اهي اتسلقت ودي بتبقى لطيفه ان السبانخ ما بتحتاجش تغلي كتير وقت على النار فالافضل انكم تستخدموا اللحم يكون مسلوق ليه علشان هي كورق على طول في ثواني بتستوي فما هياش زي البسله والجزر ما هياش زي مثلا فاصوليا ممكن تاخد سوى اللحمه معانا خلاص شوحنا المكعب وداب خلاص هنحط الصلصه بسم الله عشان برضو نطلع منها الماده الحافظه اللي فيها فرصه حلوه نحطها هي الاول على النار عشان نطلع منها الماده الحافظه دي كده وهاجي هنا هاخد عصير الطماطم بسم الله طماطم مضروبه في الخلاط ومتصفيه حبه كده اهو خلاص وطبعا طالما ضفت الطماطم يبقى هحط معلقه السكر معلقه صغيره عشان الحموضه ماشي الكلام هنقلب بس تقليبه حلوه كده وممكن رشه بسيطه من الفلفل تاتش ملح هنسيبها بقى شويه هنا خلينا كده ايه نغطي هنا عشان ما ترطش علينا وناخد ايه بسم الله نحط زي هنا وتعالوا بقى انا هنا سخنت الحله حمص الطبيخ اهو ده شكله اوريه لحضراتكم ده حمص الطبيخ هو شبه الحمص اللي في المقله بس يعني ده حمص طبيخ خلاص غير الحمص بتاع المقله ده عايزه اقول لكم فيه نسبه الياف عاليه وجميله جدا بتساعد على الشبع لفتره طويله جدا وكمان بيساعد في الوقايه من الامساك والقضاء على التقلصات والانتفاخات والحاجات دي كلها وبيحسن جدا عمليه الهضم وحركه الامعاء جدا عايزه اقول لكم بصوا امسح كده عندي هنا السبانخ هاخد كده الكاتنج بورد في ناس بتحب العود بتاع السبانخ من فوق بتقطعه معاها مفيش مشكله لو حابين تعملوا كده يعني مفيش مشكله كده هاخد بس ايه خلي دي هاخد السكينه ماشي يلا هي على فكره السبانخ بتخس يعني بتخس تعمل دايت اول ما بتحطوها ايه السبانخ دي من الحاجات اللي فيها مضادات اكسده قويه جدا واللي بتحارب السرطانات وخصوصا سرطانات الجهاز الهضمي وسرطان الجلد بصوا وبتعزز جدا صحه القلب والاوعيه الدمويه بصوا هنزلها هنا هنا الاول شايفين الحله اللي انا حطيتها ما فيهاش حاجه خالص ما فيهاش اي حاجه ها بصوا بقى هي تعتبر من الخضر اي خضروات ورقيه غامقه غنيه فيها نسبه مضادات اكسده عاليه جدا وفيها حديد عالي جدا وزنك وفيها حمض الفوليك اسيد والكالسيوم وانا الحقيقه ما بحبش اقطعها صغنن قوي بحبها تبقى باينه كده وفيها طبعا فيتامين الف غنيه فيتامين الف فيتامين جيم وه بصوا الحاجات دي كلها بتحافظ كمان على فكره على مستوى ضغط الدم الطبيعي عايزه اقول لكم جميله جدا عارفه ان في اولاد ممكن يكونوا مش بيحبوها قوي بصوا لونها جميل ازاي اهو وهناخد الباقي عايزه اقول لكم بقى الناس اللي عندها انيميا الاطفال اللي عندهم انيميا انا بلف طول ما انا شغاله بلفها عشان اخد الورق مع بعضه نقوها بقى عادي وافتحوها واغسلوها ورقه ورقه وبنقعها في ميه وخل بطاطس ليه لا لا بلاش بطاطس بلاش بطاطس مع السبانخ بلاش بطاطس افضل تبقى سبانخ حمص رز ممكن شويه رز مثلا يعني خليني بس اخد كده بالسباتولا هنا هتبدا تنزل هتخس معايا دلوقتي وهقفل عليها دلوقتي الحله حالا عشان تساعدني البخار انها ايه تخس بسرعه وهنا سايبه الصوص اللي احنا حطيناه ياخد غلوه كده مع بعضه
بسم الله. خلاص احنا معلين النار. تمام هقفل كده، هسيبها 5 دقايق بالظبط لما تخس. وناخد ام اسلام حبيبتي. صباح الفل. صباح الهنا يا حبيبه قلبي. عامله ايه يا روح قلبي؟ الحمد لله. اقول ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ربنا يعينك يا عمري والله. ربنا يعينك ويسعد كل ايامكم يا رب. رب يا حبيبتي. حبيبتي يا رب. تسلم ايديكي يا حبيبتي. تسلمي يا روح قلبي. تسلمي. دي اكله اسلام المفضله. يا نهار ابيض. طب انا ههديها الاسلام بقى النهارده. ما اعرفش طريقتي هتعجبه ولا طريقتك هتعجبه. احلى اكيد طبعا. ربنا لا انت من ايدك كل حاجه جميله. يا رب خليكي يا حبيبتي. وانا يعني انا اتعلمت منك كتير يعني. يا روح قلبي. قد اسلام وانا يعني طبعا. لا ما تكبريش نفسك. لا انا اكبر. لا 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 لا. الله يسعدك يا رب. كبيره المقام والله. الله يسعد قلبك يا حبيبتي. تسلمي. ربنا يبارك لك يا حبيبتي ويحسن ما بين ايدك يا رب. امين 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 يا حبيبتي. ربنا يبارك لك يا حبيبتي واكلاتك الجميله كل حبيبتي. حاجه حلوه منك حبيبتي. كمان بشكرك جدا على الموتزاريلا امبارح حبيبتي. كانت حلوه قوي والله العظيم. الحمد لله. افضى بس شويه كده وهعملها ان شاء الله هقول لك عليها ان شاء الله. ودايما عامر يا روح. ربنا يبارك لك يا حبيبتي وسلامي لكل كرو البرنامج. القناه الجميله ربنا يبارك لكم كلكم. الله يخليك والله. القناه الجميله اللي جابت لنا احلى يا حبيبتي. ربنا يخليكي ليا والله. ربنا يعزك يا حبيبتي. شكرا جزيلا يا روحي. صباحك رضا من رب العالمين يا رب. صباحك هنا ان شاء الله حبيبتي. تسلمي لي. شكرا يا ام اسلام نورتينا وشرفتينا. تسعدني مكالمتك والله. حبايبنا اللي بيصحوا مخصوص ويعني بيبقوا ممكن يبقوا سهرانين وفي ناس بتبقى بره والله بيحافظوا على انهم يكلموني دايما ويسلموا عليا. بصوا كده بدات اهي البخار بقى بيبدا يخسسها شويه. خليني اديها تقليبه بسيطه. انا كنت واخده لها سباتولا. فين اهي. اهي كده هتبدا تنزل شويه ميه تحت. خلاص هناخد بقى احنا شويه الميه دول. طبعا انتوا للاطفال ما تعملوش يعني الطريقه دي ما تعملوهاش، بس لو اتعودوا انهم ياكلوها كده خلاص. بس انا بقول علشان في ناس اهي شوفوا بتخس على طول ازاي واللون يتحول الى اخضر داكن اكتر مما كانت عليه. هنا كده هقفل برضو على شويه دول عشان هي تحت خلاص. بسم الله. وهناخد دي كده عشان الخساره حرام. طيب انا زودت شويه مرق حوالي كوبايه. خليني احط حمص الطبيخ الاول. خلاص انا مش نقعه من كتير لسه لازم ننقعه. هناخد منه كده نحطه جوه هنا. بسم الله كده شويه يعني مثلا ايه 4 معالق ولا 3. مفيد جدا عايزين نستفيد منه. شايفين ازاي بحط الحمص بالشكل حضراتكم شايفينه ده. وهنزود تاني شويه لسه. ومعانا مدام منال من الجيزه. اهلا وسهلا. يا صباح الفل. صباح الجمال. صباح الفل عليك يا مدام منال. هي دي الاكلات الحلوه يا عظيمه. الله يسعد قلبك يا رب. ربنا يخليكي. اه والله. بس عايزه اسالك الحمص اللي انت بتجيبيه ده الحمص العادي اللي احنا بنجيبه من المقله؟ لا ده حمص طبيخ من العطار. حمص طبيخ من العطار. طيب انت دلوقتي لما انت حاطتيه انت سلقتيه؟ انا لا نقعته. هو بقى هيستوي. مش بياخد وقت. هيستوي مع السبانخ. بس انا حطيته قبلها شويه عشان مش نقعه بقى ليه كتير. اصل انا لما بعملها في الاخر بحط شويه رز. ما انا لسه بقول ممكن حمص وممكن رز. بس لو جربتيها بالحمص هتعجبك برضو. حقيقي عجبتني قوي شكلها كده خضر كده وجميله. يا حبيبه قلبي. تسلم يا رب. تسلم يا حبيبتي وتعيش. بشكرك على حلقه امبارح فعلا كانت جميله قوي يا شيف عظيمه. شفتيها انا قلت ان انت ما كنتيش موجوده. شفتها امبارح فعلا بس انا كنت مركزه قوي معاك. يا حبيبتي يا حبيبتي. تسلمي والله. وسمعتي كمان اللبن والحاجات ديت. ايوه صراحه عجبتني قوي وانا هعملها. الحمد لله. اعمليها وقولي لي رايك فيها وطلعت معاكي بجد عامله ازاي. خلاص يعني رايك يهمني يا مدام منال والله. ربنا يخليك يا حبيبه قلبي. تسلم يا حبيبتي. تسلم. صباحك زي الفل واشكرك على ذوقك وكلامك حبيبتي. وبصراحه يعني انت انسانه محترمه فعلا. الله يسعد قلبك يا رب. ما تحرمش من حضرتك ولا من مشاهدينا الكرام. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك يا مدام منال. صباحك رضا يا حبيبة قلبي من رب العالمين يا رب. وببعت تحياتي طبعا لمدام سميرة ولكل أصدقائنا وحاجة سعاد ومدام سرية حبيبة قلبي. بصوا بقى بصوا المية اللي نزلت اهي شويه الميه دول شايفينهم فيهم نسبه حديد برضو عاليه كده. فانا هاخدهم اعمل فيهم ايه؟ هصفيهم اهم. بسم الله مش هيجرى حاجه. وهديها
بسم الله الرحمن الرحيم. شطفه بس، شوفوا بقى انا بساعد ان انا ايه، لكن انتوا في البيت للاطفال خلاص. الخطوه دي برضو بتعقمها كتير جدا الحقيقه، وبتخلي ما فيهاش الطعم القوي اللي فيه كتير ناس بتتضايق منه. عارفين ليها كده زي عارفين زي ايه، زي الخرشوف لما تسلقوه تلاقوا ليه ريحه كده زي الاجزه كده، هي دي. بصوا ادي الميه اهي، شايفين اهي، هاخدها بقى بميه ساقعه خالص عشان احافظ عليها. ميه ساقعه، هرمي هنا ده وهشطفها كده تحت الميه بسرعه. ميه ساقعه خالص اهي، وهاخدها طبعا تحافظ عليها وتحافظ على الفيتامينز اللي فيها، تبقى جميله. وهاخد السبانخ الحلوه دي، بسم الله الرحمن الرحيم، هننزلها بقى هنا. كده، وهنزل بقى معاها، بصوا بقى هتبقى جميله. معانا حد ما بيحبش السبانخ بس تمام، يعني هيحبها ان شاء الله. هنحط اللحمه بقى اللي احنا سلقناها، وهزود شويه من مرق اللحم الجميل ده. والشوربه دي خساره ما ترموهاش، احتفظوا بيها تنفع قوي. نعمل شويه كشك، نعمل شويه مثلا شوربه لسان عصفور، شوربه خضار. عندنا اهو على مرق لحمه جميله كعبات حلوه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. قعدت اقول لهم ايه اضحك حضراتكم قبل الهوا، اللحمه دي انا عداها، فيعني اوعى حد ياكل منها، ما تعملوش زي المثل بيقول ايه، ستي لئيمه وانا قلقان منها، تعد اللحمه وانا ايه، عارفاه ده؟ عارفينه يا بنات؟ تعد اللحمه وانا اقطم منها، اقطم منها، يعني هي يعني ذكيه، بس انا بقى على مين؟ ها؟ انا هخليهم لها بعددهم، بس هبقى كله اطمه من كل واحده واحده. انا ما عارفه يا نور عيني، لا انا بقول عشان محمد بس، ساعات انت عارفه كده ايه، وبيحب يجامل، بيحب يجامل قوي محمد يا حبيبي من انا والشفا. يلا معلش اهو، بصوا بقى ادي خلاص تمام. هناخد بقى شويه مرق صغننين قوي، نونو نونو خالص، بسم الله. بس انا بقى هجهز من الناحيه الثانيه، استنوا لسه بقينا الكزبره الخضراء. لا الكزبره الخضراء الاول، ايوه هنعمل كده. هناخد بقى كده تقليبه، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى، بسم الله، كزبره خضراء بس، ايوه احلى حاجه، ما حدش يحط شبت، كاننا هناكل محشي زي بالظبط لو عملنا الشبت زياده في الممبار. هو في ناس بتحط له خرطه المحشي، بس هو بيبقى ليه تكنيك كده في العمايل عشان تطلع تشم ريحته وهو مسلوق، وانت حتى حاطه في الفريزر وتيجي تحمروه كده يا اولاد تحسوا الخلطه بتتكلم. اه والله، بصوا الجمال، تعالوا بقى ايه نقفل كده على الجمال ده ونستعد لبريك كده. اه حبه، لا رز ابيض بقى، السبانخ عايزه رز ابيض، حبه وحبه ماشي عشان خاطرك يا مونتي، والله ده انت تؤمر يا مونتي. وبنبعت لماما مونتي تحيه عشان هو من الناس الجميله اللي ايه، عارفين المتربيين زينا على حاجات زمان واصول زمان والحاجات الجميله دي. الحقيقه احنا محظوظين يعني في مجموعه هنا من الناس بجد في كل يعني المجالات، حقيقي ناس جميله ومحترمين، وتحسوا كده انهم الشباب عارفين ايه اللي متربيين كده فعلا، ما يتقالش عليهم غير انهم متربيين. اسمحوا لنا بقى ان احنا نستاذن حضراتكم في استراحه، ونرجع بعد الاستراحه نستكمل الوصفه بتاعتي، شوف هنعمل ايه جنب السبانخ دي بعد الاستراحه، في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه. بصوا انا اكتشفت في حتتين لحمه في الحله اللي حطيناهم، بصوا بقى هنقلب تقليبه كده حلوه. الله الله يا سيدي، الريحه روعه، لسه الطشه بقى. تسلموا حبايبي، لازم تدوقوا، مش عارفه اعمل لكم شويه رز ابيض ولا اعمل الفرخه عشان مش ملحقه بصراحه. حبه وحبه حاضر. هنستصفح حضراتكم بقى، هنعمل وصفه جميله للي بيحب الفراخ المحشيه. طبعا هو زمان كانوا اهالينا ربنا بقى يديهم الصحه ويرحم منهم من توفى، الفراخ المحشيه دي اللي هي الصغنونه، عارفين الديوك والفراخ الشامورت بيقولوا عليها، فراخ شامورت، كانوا بيحشوها لنا بالفريك وبالرز بالكبد والقوانص والحاجات الجميله دي. النهارده عايزين نعمل فرخه كده، يعني نطلع من الروتين، اللي عايز يحشيها رز يحشيها،
اللي عايز يحشيها فريك هينقع الفريك زي ما احنا اتفقنا، الفريك البلدي اللي من عند العطار اللي مخدر سنه، ينقعه بس فتره حلوه عشان يدي نتيجه حلوه. ناخده تحميصه كده ونشوح الكبد والقوانص ونديها بقى المستكه والمنكهات بتاعتها عشان تبقى ريحتها حلوه ونحشي بيها. طيب تعالوا بقى كده، انا الاول هنا هجهز الطشه. خلوا بالكم اللحمه مستويه وما بهريش السبانخ، ما بسيبهاش انها فيها تكمله سوا بعد كده، فاسمحوا لي اعمل الطشه بسرعه. هناخد كده للطشه بتاعتنا، ادي السمن، مقادير الطشه او الدجاجه المحشيه هقول لكم الاول مقاديرها. عندي فرختين متوسطتين زي ما انتم عايزين، من كيلو لكيلو 200 ل 300 لاقصى حاجه 500 عشان تستوي معاكم حلو في الفرن. عندي حشو، كوبايه رز، عندي كبد وقوانص بتاعت الفرختين، وعايزين تزودوا عليهم شويه بربع كيلو مثلا 100 كيلو ما فيش مشكله. عندي ثلاث بصلات مفرومين حلوين متوسطين، وعندي فصين توم او معلقتين توم مفرومين، عندي ثلاث فلفلات خضر حار وبتدي كده تيست حلو، لو مش عايزين مش مشكله حطوه بارد. عندي ربع كوبايه من الصويا صوص، وعندي معلقتين من الزيت. طبعا ملح وفلفل وبهارات، الحاجات اللي احنا هنستخدمها. عندي معلقه سمنه، وعندي ورق لورا، وعندي قرفه وقرنفل وحبهان، ده عشان الكبد، وعندي بابريكا والسبع بهارات وكزبره جافه ورشه كمون، رشه كمون مرتين ليا يا اولاد، بتوصوني يعني ولا ايه؟ ملح وفلفل والاكياس الحراريه. النهارده انا عاملها في الاكياس الحراريه عشان اللي مش قادره او مش عارفه او لسه بنوته حبيبتي متجوزه او لسه ملهاش في المطبخ قوي وحابه انها تعملها تنجح معاها ان شاء الله وتستوي زي ما هي عايزه واكتر. هاخد معلقه سمنه واحده هنا كده، هاخد معاها الثوم، معلقه ثوم كده، والكزبره بسم الله كده، هتدي نعناع هربانه او قرنفليه تقريبا كده اهو، شايفين الجمال؟ ممكن نشيل الفصين الصحاح دول ناخد مكانهم حته بيوري عشان ايه ما يبقوش باينين في الاكل، شايفين الجمال اهم. الله على الريحه دي، ما فيهاش شهقه يا بنات، ما فيهاش الملوخيه بس. طيب تعالوا بقى نفتح عشان البخار ده يطلع منه كميه كده شويه عشان ما نضايقش الكاميرا. بسم الله اهو، يلا بينا حط الطشه وهي شغاله، شايفين اهي الله. تعالوا بقى ناخد كده وهنطفي بس، شايفين بقى ليها تكمله تسويه ازاي. هسيبها دلوقتي مش هغرفها، هسيبها في الحله خلاص. يبقى احنا كده قفل ريحه روعه اهي، خلاص هنقفل بقى عليها ونسيبها شويه تصلصل كده وتدينا تمام. يلا بقى تعالوا نبدا نقول مقادير الفراخ اللي هنعملها مره تانية عشان لو حد لسه كان هينضم للفقره.